ويسعدني انه يكون معايا احمد عزت وعلي سماره اصحاب طبعا الاغنيه الجميله اللي موجوده في الفيلم. بقول لكم طبعا ابدعتوا حبيبي. ميرسي كلك ذوق. شكرا علي، منور الدنيا. ربنا يخليك بنورك. ربنا يخليك. تعرف بقى عايم في بحر الغدر، الفكره جت ازاي وهل هي معموله للفيلم مخصوص ولا كانت عندكم الاول؟ لا، هي عايم في بحر الغدر مش في فيلم، هي اغنيه مستقله بذاتها يعني، واحنا عاملين اغنيه فيلم دماغ شيطان بقى ان شاء الله تعجبكم باذن الله. اللي هي اسمها ايه بقى؟ دماغ شيطان برضه. جميل. الفكره جت ازاي بالنسبه لدماغ شيطان؟ هو اللي قام على العمل استاذ حسن عطيه، واللي كاتب الحان استاذ خالد توامي، توزيع استاذ طارق عبد الجابر، وماستر صوت شريف عبد الجابر. بس هو عرضوا علينا الفكره والفكره عجبتنا فاشتغلنا عليها فطلع بشكل كويس. الموضوع جالكوا جاهز وانتوا اشتغلتوا على طول؟ الحمد لله ربنا وفقنا، ومعانا شركه هوت لاين اللي هي بتنتج لنا الاغاني بتاعتنا برضو. ان شاء الله في مفاجات احسن واحسن، ويا رب اغنيه دماغ شيطان تعجبكم ان شاء الله. المشاركه في افلام زي كده شايفين ان هي فرصه بالنسبه لكم ان انتوا توسعوا انتشاركوا عند الجمهور، تكسبوا جمهور اكبر؟ اكيد اكيد اكيد، يعني حاجه زي كده بتدينا فرصه اكتر ان الناس تسمعنا اكتر، يعني نزود لنفسنا نسبه مشاهدين كويسه، زي تنوع في الالحان ونقدر نعرض صوتنا على الناس بشكل افضل كل مره، يبقى في دراما وقصه اكتر. بالظبط، هو فعلا الاغنيه دي دراميه من الدرجه الاولى. ان شاء الله تعجبكم ان شاء الله. ان شاء الله. جديدكم ايه بقى الفتره اللي جايه؟ لا في كذا حاجه باذن الله، في كذا غيره. طيب مفاجات. مفاجات مش بخيل. لا معلش مفاجات. التوفيق دايما حبيبي.